حول وصول اللقاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وللشعب المصري العظيم على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. النهاردة استقبلنا أول 2 مليون أو المادة الخام لإنتاج أول 2 مليون جرعة 1400 لتر من المادة الخام من شركة ساينوفاك لتصنيع لقاح الكورونا بالتعاون مع شركة ساينوفاك من خلال شركة فاكسيرا. دي الشركة الوطنية اللي تابعة لوزارة الصحة من خلال مصانعها وتاريخها الكبير في مجال تصنيع اللقاحات والأمصال دخلنا بيها في هذا المجال. الاثنين أو الـ 1400 لتر اللي استقبلناهم لإنتاج 2 مليون جرعة هي من أصل 40 مليون أو مواد خام لتصنيع 40 مليون جرعة في أول عام لتغطية السوق المصري ولتصدير الفائض إلى دول أفريقية. وده أول مصنع عملناه وإحنا دلوقتي بنعد المصنع الثاني في فاكسيرا الموجود في 6 أكتوبر علشان نتعاقد مع أحد الشركات العالمية برضو للإنتاج. أهم خطوة في هذا الحدث هو مش بس استقبال المادة الخام، هو عقد نقل التكنولوجيا. يعني إحنا مستقبليا وفي المستقبل القريب سيتم إنتاج المادة الخام في مصر، فهتبقى كل عملية الإنتاج كلها بكل خطواتها ابتداء من الأبحاث والمعامل لغاية إنتاج المادة الخام لغاية إنتاج المنتج النهائي هيكون في جمهورية مصر العربية. وده نتيجة العقدين اللي احنا تم توقيعهم في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء لتصنيع ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ساينوفاك في جمهورية مصر العربية. النهاردة كمان استقبلنا 2 مليون جرعة من أصل الـ 40 مليون جرعة اللي احنا موقعين مع شركة ساينوفارم على استقبالهم بهذه بشحنة النص مليون جرعة من ساينوفارم، يبقى مصر دخلها إن شاء الله 3 مليون جرعة ساينوفارم منهم مليون ونص جرعة هدية من جمهورية الصين الشعبية ومن الشعب الصيني والحكومة الصينية لجمهورية مصر العربية. وده توثيقا للعلاقات التاريخية اللي بيمر على تأسيس هذه العلاقات النهاردة 65 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية. فأنا بقول إن دي خطوة تاريخية مهمة جدا. بهني تاني سيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري، لأن احنا كمان الحقيقة الخطوة دي ما كانتش وليدة الأيام دي. احنا بدأنا هذه الخطوة في أول شهر سبتمبر الماضي واستقبلنا خبراء 4 خبراء من منظمة الصحة العالمية بعد ما بعتنا المنظمة ان هي يبعتوا لنا مجموعة خبراء لتقييم مصنع فاكسيرا مصنع 60 اللي هيخش في التصنيع، وكان التقرير إيجابي جدا من هذه اللحظات من شهر 9 اللي فات. واحنا بدأنا نتفاوض مع شركة ساينوفاك ونعمل العقد. طبعا احنا عشان لو يعني حد قال طب اول انتاج هيبقى امتى، يعني اللي هينزل السوق امتى، احنا طبعا الحاجات دي بتاخد لانها الدقة في التصنيع بناخد خطوات اسبوعين في المعامل، ثم الانتاج بياخد ايام بسيطة، ثم هيبقى فيه دراسات الثبات، ثم النزول الى السوق المصري. لكن انا هنا اقصد بالسوق المصري المراكز اللقاحات التابعه لوزاره الصحه اللي احنا اللي هي تابعه للحكومه، لان اللقاح زي ما احنا عارفين هو وزاره الصحه هي اللي مسؤول عنه. الحاجه الثانيه، واحنا في خطوات تصنيع اول 2 مليون جرعه هنبدا نتلقي مزيد من الملايين من الشحنات لإنتاج مزيد من الملايين. يعني مش هنستنى إنتاج أول 2 مليون عشان نستقبل المواد الخام لبقية الإنتاج، لا، بالتزامن، بحيث إن إحنا مجرد إن ينزل اللقاح للاستخدام يكون في تدفق بشكل كبير جدا لمزيد من إنتاج هذا اللقاح. إن شاء الله كمان قريب زي ما قلت لكم
سيشهد توقيع اتفاقية مع أحد الشركات العالمية لتصنيع برضو لقاح داخل جمهورية مصر العربية، بحيث ان احنا يكون عندنا تنوع في مصادر الانتاج، وكمان زي ما انتم شايفين مصادر وصول اللقاحات. احنا كمان متوقعين خلال اسابيع قليله جدا نستقبل 1.9 مليون جرعه من تحالف اللقاحات والامصال تحت مظله الكوفاكس من شركه استرازينيكا، ومزيد من شراء اللقاحات سواء ساينوفاك او ساينوفارم ان شاء الله خلال شهر يونيو القادم. ببارك تاني وبقول ان دي خطوه كبيره جدا. نشكر الحكومه الصينيه على التعاون الكبير اللامحدود اللي احنا شفناه في خلال فتره الجائحه. شكرا يا جماعه. هذا مشاهدينا الكرام مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد حول وصول المادة الخام للقاحات لتصنيع اللقاح الصيني على أرض مصرية وبأيادي مصرية، ووصول أيضا جرعات من اللقاح الصيني ساينو فارم إلى مصر ضمن 3 مليون جرعة وصلت بالفعل إلى أرض مصر وتم من خلالها عمليات التطعيم. تحدثت وزيرة الصحة في هذا المؤتمر عن وتيرة وصول اللقاحات سواء من شركة أسترازينيكا أو من الجانب الصيني ولقاح ساينو فارم، إضافة أيضا إلى المادة الخام ساينوفاك من شركة ساينوفاك، وهي التي ستستخدم في تصنيع اللقاح على أرض مصر، على أن يتم بدء استخدام هذه اللقاحات المصنعة مصريا مع بداية العام كما ذكرت وزيرة الصحة. نعود مرة أخرى إلى الشأن الفلسطيني والتهدئة الأخيرة بالأيادي المصرية التي لعبت فيها مصر الدور الأكبر، وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بجريدة الأخبار المسائي. أستاذ علاء، كنت تحدث حضرتك عن الداخل الإسرائيلي وهشاشته في ذلك الوقت والتي رشحت لأن تثمر هذه الجهود أكثر بعد هذا النجاح المصري، ماذا يمكن أن نتوقع في المسار الفلسطيني الإسرائيلي؟ خلينا أقول لحضرتك على شيء مهم جدا. في الأول الجانب الإسرائيلي يمكن شاف قوة الجانب المصري في ما حققه على الجانب الغربي في ليبيا من إحداث نجاح غير مسبوق أيضا على أمننا القومي في ما يخص الجوار الليبي، وشفنا الإنجازات اللي حققتها ووقف العدوان التركي على ليبيا وخروج تركيا نهائية من الدولة الليبية والوصول لتقرير المصير من بأيدي أبناء الشعب الليبي، وده نجاح مصري غير مسبوق ان انا وضعت خط احمر لعدم التدخل في الشقيقة والجارة العزيزة ليبيا. نعم. نفس القصة الانجازات دي، لكن طيب خلينا اقول انا اعتذر للمرة الثانية لقطع حضرتك، لكن كلمة للسفير الصيني في مطار القاهرة الدولي حول وصول هذه الشحنات الصينية.商业采购了100万剂商业疫苗，加上今天的原液可以分装200万剂，中国到目前为止是对埃及提供抗疫物资最多和最早的国家之一。同样，中国也是最早在埃及开展国药疫苗三期试验的国家之一。同样，埃及也是同中国最早签署疫苗合作意向书的国家之一。还有最后最重要的一点， 埃及成为在非洲大陆第一个生产中国疫苗的国家，我想这不仅对埃及早日战胜疫情，同样对我们整个非洲大陆、对阿拉伯地区早日战胜疫情都有十分重要的意义。这也同样体现了中埃全面战略伙伴关系的高水平。我想特别说的是，这同样也体现了中国和埃及是构建人类健康共同体，我们现在走到了全球的 第一方阵。同样，我们两国的团结抗疫合作也生动地诠释了我们是中阿和中非命运共同体先行先试的样板。谢谢。 فتحت رئاسة رئيسين البلدين رئيس الصين السيد شي جين بينغ ورئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي. يتقدم التعاون في مجال اللقاح بين الصين وبين مصر بخطوات سريعة، خاصة أن التعاون في مجال التصنيع المحلي للقاح في مصر
سيقدم مساهمات مهمة لدعم جهود مصر وغيرها من دول المنطقة في مواجهة الجائحة، وهذا أثبت أن الصين ومصر تسيران يدا بيد في مقدمة الدول العالم لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجائحة، وأيضا أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والصداقة التاريخية بين البلدين. عندما كانت الصين في الفترة الحرجة لمواجهة الجائحة، بعث فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي برسالة تضمن إلى السيد الرئيس الصيني، وأيضا كلف معالي وزيرة الصحة بزيارة إلى الصين حاملة معها دفعة من المستلزمات الطبية والوقائية. وردا للجميل، أيضا قدمت الصين دفعات متتالية من المساعدات الطبية التي إلى الجانب المصري، وأيضا قمنا بتزويد الجانب المصري بأحدث نسخة البروتوكول التشخيص والعلاج وبروتوكول الوقاية والسيطرة وغيرهما من الوثائق الفنية الخاصة بالجائحة أولا بأول. وفي مجال والآن وحتى الآن قد قام الصين بإحداء 1,000,000 جرعة لقاح سينوفارم الصيني كهدية، وتوريد 1.5 مليون جرعة لقاح سينوفارم الصيني كمشتريات للجانب المصري، على الرغم من الاحتياجات المحلية الضخمة للقاح في داخل الصين. فكل هذا يدل على أن العلاقات الصينية المصرية علاقة نموذجية يحتذى بها للعلاقات ما بين الصين وما بين الدول العربية والإفريقية. 最后我还想跟华莱部长跟各位记者朋友说，本月中国是安理会的主席国，我们做了两件非常重要的事情。第一件事情，大家知道我们多次召开会议推动巴以停火止报，在这方面中埃在密切合作，我们也高度赞赏埃及发挥的重要的作用。第二件事情就是王毅国务委员在安理会上主持召开了非洲和平与安全专题辩论会。 我们中国提出了四点主张，第一点就是要国际社会团结起来，要克服免疫鸿沟，国际社会要动员起来，首先支持帮助非洲，在医药、在资金、在技术上支持非洲，非洲提供紧急疫苗的援助，要支持非洲早日战胜疫情，中国是这么说的，中国也是坚定的这么做的。 非洲大陆的疫情斗争，中国会始终坚定地支持非洲。谢谢各位。 وكما تعلم حاليا الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو الجاري، وفي هذا الإطار قد ترأس مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و من أجل بذل جهود مشتركة دولية لدفع تحلية الأوضاع. وأيضا هنا لا يفوتني أن أسجل تقديري وتثميني الغالي لجهود المصرية في الوساطة بين الطرفين والوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأيضا بالإضافة إلى الجلسة المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ترأس مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني بصفته رئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول الأمن والسلام في القارة الإفريقية، حيث أكد السيد الوزير الصيني على حرص الصين على دعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد من المساعدة لدول الإفريقية في سد فجوة التحصين وتقديم مزيد من الدعم للقارة الإفريقية فيما يخص بالمواد الطبية والأدوية والتكنولوجية والتمويل. وأيضا يدعى الصين الدول القادرة إلى توريد جرعات اللقاح بشكل عاجل إلى الدول الإفريقية من أجل تعزيز جهود الدول الإفريقية في مواجهة الفيروس. ففي هذا الإطار هنا أؤكد على وقوف الصين الثابت إلى الجانب الإفريقي في مواجهة جائحة كوفيد-19، ونحن سيقف إلى جانب الإفريقي حتى يعني هزيمة الفيروس بشكل نهائي في القارة. شكرا لكم. شكرا.
احنا طبعا النهاردة في مباحثات مع سعادة السفير الصيني نقلنا رغبة الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الصينية. احنا عارفين ان تصنيع المواد الخام للأدوية 70% او 75% من المواد الخام ل100% من أدوية العالم موجود في دولة الصين وفي الهند، فاحنا أبدينا رغبة الحكومة المصرية في التعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وإن شاء الله الفترة الجاية احنا هنبعت خطاب رسمي بهذا الشأن، والفترة الجاية سيشهد مزيد من المباحثات لهدف يعني الإسراع في دخول شراكات في تصنيع المواد الخام للأدوية. بالنسبة للمصر، ما هي أهمية للتصنيع وإنتاج اللقاح الصيني لتحقيق التصنيع والإنتاج المحلي للقاح الصيني، وكيف ستستفيد مصر من ذلك؟ الحقيقة إحنا أول لقاح تلقينا في مصر كان لقاح صيني، والعلاقات المصرية الصينية شهدت يعني مزيد من الدعم من خلال الشعب الصيني ومن الحكومة الصينية باللقاحات، كان أهم خطوة فيها التصنيع. التصنيع ده هيتيح لمصر ان احنا ننتج في اول سنة 40 مليون جرعة تكفي المواطنين المصريين، ويمكن تصدير الفائض للقارة الأفريقية. ده مهم جدا لان احنا مش عارفين مشكلة الوباء هتنتهي امتى، مع وجود تحورات من وقت لآخر في بعض الدول ومدى نجاعة اللقاحات الحالية في يعني التغلب على هذا الفيروس، وبالتالي يهمنا ان احنا نوطن تصنيع لقاحات الكورونا في مصر، وكمان ننقل التكنولوجيا التصنيع بحيث ان احنا نكون يعني اول باول نقدر نغطي احتياجاتنا ونقدر نطور اللقاحات تتماشى مع اي تحور مستقبلي. استاذ محمد زكي احنا عدد المواطنين اللي تم تسجيلهم على موقع الوزارة حتى الان يتعدى 3 مليون بارقام يعني حوالي 300 ألف، لكن احنا الانتاج من الشحنة اللي جات 1400 لتر زي ما انا قلت بيمر بخطوات، من اول التحليل للمادة الخام ثم الانتاج نفسه بياخد ايام مش كتير، ولكن دراسات الثبات بعديه، وده طبعا في تعاون بيننا وبين هيئة الدواء المصرية في هذا الشأن. يعني مجرد او قبل ما يتم انتاج اول 2 مليون جرعة هنستورد المادة الخام لمزيد من الملايين ان شاء الله، يعني هي اسابيع، يعني الموضوع بياخد اسابيع ان شاء الله وينتج، ولكن مجرد انتاج اول باتش بيبقى بعديها الباتشات متوالية بطريقة اسرع. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي لدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وأيضا السفير الصيني لدى القاهرة، حيث تم الحديث بشأن استقبال مصر للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح فيروس كورونا. بعد الفاصل نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل، ابقوا معنا.